شو نوع المسلسل اللي بدك تمثلي انتي والاستاذ جميل؟ اجتماعي؟ تاريخي؟ معناتها كوميدي؟ لا عاطفي. عاطفي؟ وبتحبيه للاستاذ جميل؟ بموت عليه يقبر قلبي ان شاء الله لما بشوفه بيصفر رجلي تحتي. بالمسلسل طبعا. انا عم بحكي عن المسلسل. وهو بحبك؟ يا ريتي يا وردة يا ريتي حن علي ولو لحظة واحدة بس. بالمسلسل؟ طبعا. يا حديقة بالمسلسل معناتها حب من طرف واحد. من طرف واحد. صراع درامي مشوق. صراع درامي مشوق بالضبط يا وردة. هي الأستاذ وسيم. أهلين أستاذ، كيفك؟ منيح أنا، بس أنت كيفك؟ أنا كمان منيحة، منتظرتك أستاذ. مشان شو؟ يو مشان نعمل بروفة حقيقية قدام المخرج. مخرج. ايه ليش ما قال لك استاذ جميل؟ لا ما قال لي. اصحى تكونوا بطلتوا تمثلوا المسلسل. لا ما بطلنا نمثل المسلسل، بس المخرج سافر. لوين؟ مو على السعودية، على الامارات. ايوه مشان يسوقوا المسلسل. برافو، مشان يسوقوا المسلسل. بيطول؟ لا شغلته بسيطة، شهر اثنين ثلاثة. ايه ابوك يا سفر. لا ما كملت معنا. مرحبا وردة. اهلين استاذ وسيم. بتفوتي تاخذي الاذن ولا ما في داعي؟ الاستاذ جميل ماله هون. اوف وينه؟ ما بعرف، ولا اتصل ولا قال لي وين هو. مو بعلمي اجازته بتنتهي امبارحة، واليوم عنا موعد التقي انا وياه بالمكتب. والله ما بعرف شو بدي لك يا استاذ وسيم، اذا بتحب تنتظره بالمكتب تفضل. ايه ورده، مننتظره انا والاستاذ بمكتبه.